يعني تقدم يعني عظيم. وطبعا بنقدم التهنئة لشخصكم الكريم السيد رئيس الوزراء وزير الخارجية بمناسبة منحكم المعاليك نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية لإطار التنسيق والتشاور. بنكثف اتصالاتنا مع الأشقاء مع الأطراف اللبنانية المختلفة وأيضا مع الأطراف الإقليمية والدولية الفعالة لنزع فتيل الأزمة وتجنب ويلات الدخول في مواجهات شاملة تؤدي إلى اشتعال الجبهة اللبنانية ومن ثم يكون له تبعات ومخاطر شديدة الخطورة على لبنان وعلى الشعب اللبناني وأيضا على المنطقة العربية برمتها وعلى الإقليم كله. كما ذكرت في تحركات مع كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، في تحركات مع المملكة الأردنية مع شقائنا كما ذكرت في الدول العربية مع الأطراف الدولية الفاعلة لتجنب هذا السيناريو شديد الخطورة. نتحدث أيضا مع الطرف الإسرائيلي، وكما تعلم كان في هناك اجتماعات على مدار اليومين الماضيين وهناك اجتماعات مستمرة اليوم في قطر، لأن الأصل في الأمور هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مرة أخرى في بلدكم الثاني مصر زيارة يعني لوزير شقيق، فتمت جهود كثيرة تبذل لكن للأسف فشلنا كلنا في المجتمع الدولي حتى الآن في إنهاء هذا العدوان الغاشم، في إنهاء هذه الهمجية، في لجم الانتقامية الإسرائيلية التي تستند إلى عقائدية إلغائية هي السمة الأكبر لوزرائها الآن الذين يقولون جهرا وعلنا بأنهم ينكرون حق الشعب الفلسطيني في الحياة ولا يريدون حل الدولتين ومستمرون في الاستيطان ومستمرون في اتخاذ الإجراءات التي تجعل من السلام أمرا مستحيلا إذا ما استمرت وإذا لم تتوقف، وما وهذا ستكون انعكاسات وكما قلت كارثية ليس فقط على المنطقة ولا العالم برمته.